رجعنا لكم، مرحبا بكم على القناه اليوتيوب فارس بن سويلح، فرحان برشا مباشره من مدينه الثقافه نحكيو مع الكاتب التونسي اللي يعيش في فرنسا يوسف الشاهد. مرحبا يوسف. وبيكم يا عايشك. هاكا ماهوش يوسف الشاهد رئيس الحكومه، هذايا يوسف الشاهد مواطن تونسي معناها مهاجر لفرنسا، وديجا كتب ثلاثه روايات صديقي من قبل 10 توا، وهذايا الروايه الرابعه نتاعو تصدر بمناسبه المعرض الوطني للكتابة التونسي حتى 28 أكتوبر. ترى وريني كل كتابة ذاك لي نوي دان سبيكتر، هكا قال يوسف الشاهد. يوسف، الفكرة متاع الكتاب هذي عجبتني على الاخر، نحبك في وقت قصير تعملنا تيزينج هكا بيه باش تشاهينا باش نقراو هالرواية هذي. والله بصراحة وقت اللي كملت الثلاثية بيرجعوا القراء باش يعرفوا كيفاش صارت نهاية كتاب الثالث، حرت واحد لي موردو بار ليكريتور، لي ديفوني موردو بار ليكريتور، ما عرفتش باش نكتب وما عرفتش ايش باش نكتب، خاطر ثم الكتابه ومانيش خبير في كتابه القصص وغيرها. في الاخر يا سيدي التجيت الى حيله، معناها مش حيله، وهي بما انه في يوم من الايام يوسف الشاهد باش يموت بطبيعته راهو شيء، اذا وليت ان شاء الله بعد عمر طويل. الله اعلم، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. في الكتاب هذا باش اللي اصلا كانت مفاجاه حتى للبارح، معناها كان سري لاقصى درجه، معناها كانت تقولش عليها في الواتر جيت، معناها سر نجم يوسف الشاهد البركه فيكم والبركه فيا راهو توفى. باش نعملوا معاه رحله، هو بما انه مات باش يقولوا احنا انه باش يخلط على حبيبته اللي ماتت 10 سنين قبل، باش يلوج عليها، باش يلوج عليها ويتلاقاو ويعاودوا حياته. ما احنا نمنوا ان الناس نقولوا الميت يسمع وثم او شيء عندنا يحيي العظام وهي رميم، معناها ثم امكانيه معناها العوده في عالم اخر. هنا في عالم خيالي يوسف مات لكن مشى، وفي المقبره اللي هي كبيرة ما ذكرتهاش، هي زلاز لكن ماهيش مذكورة كزلاز، مي سان سيماتير اللي فيه دي سانتين دو ميليي دو مور فيفون عايشين في وسطه، معناها كل ليلة يخرج يلوج على حبيبته، لكن هو عنده كان الليلة بركة باش يخرج في النهار ما يشوفش. مادام الدنيا ظلام معناها من المغرب حتى للفجر، فوالا الفجر لازم ديريكت كي شهر زاد ترقد، هي ترقد هو يرقد. اي اذا يلوج، لكن يمشي يعترضوا وحدين، ثم اللي يحكي له حكايته يقعد ينتبه للناس ويسمع مشاكلهم. هو حتى في الحياه الطبيعيه تاع يوسف الشاهد راهو يسمع ياسر ويلاحظ ياسر ويقيد ينوط يكون، اذا كل ليله يغطس ساعه ساعه اللي يشد معاه في الحديث حتى للفجر، معناها ضيعك الليله يضاع صباح وكيف كيف برا يقول تو غدوه باش نلقاه. في خلال الليالي هذوما سون لي نوي داسبكت يا بليزيور رونكونتر، خذيت امثله من المجتمع نتاعنا التونسي، قلت حتى جماعه تحت السور باش يتلاقى بهم يوسف الشاهد ولا البيرسوناج برانسيبال نتاعك، تلاقى حتى مع السياسيين. لقى ليلة ميتينغ شاف حظبه وكل شيء، قال له شنو، قال له هو الجران ليدر صلاح بن يوسف. صلاح بن يوسف ومن الجمله للنكته المرحوم وزيرنا اللي توفى عام نول تاع الصحة سيسليم شاكر الله يرحمه. سيسليم شاكر فوالا، وقتها انا مازلت نكتب في الكتاب وهو توفى، وانا بحذايا النشر بتاعي قلت تاع كيفاش اي مادام مات وحطوه في الزلازل باش نحطوا، معناها كي نقول التذكرة في البوديوم ثم الكبار تاع تونس اللي فيهم صلاح بن يوسف ومنهم حتى وانضم اليهم سليم شاكر، معناها لي طون موديرن نتاعنا جاء جديد اللي لاقي جد وابوه، معناها كلهم معناها موجودين غادي يكون. اذا وهو ديما يلوج، لكن يتيح على حاجات تبع مرج مع تحت السور وقعد يحكي معاهم وقال لهم راني يعني انت تخلي لو مور فيفون اللي تحكي عليه هذايا يبحث على حبيبته، لكن يبحث زاده في تاريخ تونس، يتلاقى مع شخصيات وطنيه، يتلاقى مع شخصيات سياسيه، يتلاقى مع مواطنين تونس، كل الشرائح نتاع التوانسه معناها. فوالا كل الشرائح جوستوما، هي كل شرائح لكن او شيء في كل مكان قصص صغيره كل ليله. Il y a toujours une morale, mais la plus grande morale, la principale, c'est qu'on est tous égaux face à la mort. في الجبال هذيك الكلنا باش نتلاقاو مهما كان المستوى الثقافي، المستوى التعليمي، الانجازات نتاعك. تلقاهم المثقفين للمجرمين للضحايا تاع الاجرام للوحدين القلابه للي تحب انت، وكلهم ايغو فاسلامون. مي
مثال طرح بعض المواضيع اللي تعيش اللي يعيش المجتمع التونسي، مثال استغلال البنات الصغار نتاع اللي يجيبوا فيهم المعينات في المنزليه. صحيح. مثال ثم قصه ترويها شيء، وثم ثم نوع شويه من القضاء اللي ما نتهم مش نتهم لان سيغتانسين سون فيريديك. انا عشت حالات اللي مذكوره في هذاك كيفاش حتى اللي ماغوي دون لي جوجمون ولا الواحد يمكن سي تاريفي جون برون لا ريسبونسابيلتي مي موجوده. ما نقولوش راهي الدنيا كلها قال الاخر الطياره، ولا بد فيها ديما حاجات معناها لي نوي دانسبكتر نجم نقولوا فيه لوتوبيوغرافي، فيه التحليل نتاع حاجات اجتماعيه. اوتوبيوغرافي قلت فما حاجات يمكن عشتهم انت شويه شويه. هو الليله نتاعو نتاع الموت في الدار وكل شيء، ويحكي عاد الدنيا يوصف فيهم وكل وهاك الناس تدوهن، واللي العمره حطت فلاره جات بالفلاره، والاخرى تقطع فيها وتريش تقول شوف جايه للدفينه، وهي تقول مزينه تقول عليها ماشي العرس، والرجال اللي برا اللي يجيبوا له كاستاي ويبيعوا ويشروا في النفاريات معناها في دار ميت، والناس تقعد معناها هي اسكو امانيش اختصاصي ما نقول مختص الوحيد اني سك مي لا ديسكريبسيون اللي توتال ساعات نعطيك لو موندر ديتاي. ثم مسمار في الحيط ونقول لك راه ثم مسمار في الحيط ومعوج شوي، واضح توتي ديتاي في كل شيء. نعاود نذكر لي نوي دانسبكتر انت سميتو فيكسيون ماهوش روايه، الفورما نتاعو مزيان برشا نتاع نقوش عربيه كما العاده اللي هو ليديتور نتاعك، ونحيو سي المنصف الشابي، والكتاب هذا ديسبونيبل توا في الستوند نتاع اغابيسك نلقاوه على اليسار سخون مازال كي جاي من سخون، دونك جاو خذوا لي كوبي نتاعكم واكيد باش تلقاهم بعد موزع في المكتبات التونسيه. يوسف الشاهد المهاجر التونسي المواطن الاصيل مدينه ولا جزيره جربه نقولوا من ميدون انت من ميدون مدينه ميدون في جربه، ومن اصل سوقي من اصل سوقي معناها دونك من حومه السوق زين. دونك لي نوي دانسبكتر هذا الجديد نتاعك. شكرا لك يوسف الشاهد. يعيشك بارك الله فيك، وشكرا للمشاهده وللمتابعه. يعطيك الصحه اللي كنت معنا في الشانيل يوتيوب. شكرا لكم مره اخرى، باش نعاود نرجع لكم ان شاء الله في ديزانترفيو اخرين. متابعه للمعرض الوطني للكتاب التونسي حتى 28 اكتوبر في مدينه الثقافه تونس. يجي ولا خاطر فما برشا حاجات ونشجعوا الكتاب التونسي. شكرا مره اخرى.